فترة ما بعد اللي هي في الرضاعة أو ما بعد الحمل دي حساسة جدا في الشعر، بنسميها بوست بارتم تيلوجين إفلو، يعني تساقط الشعر اللي جه بعد الولادة، بيحصل ده هجوم. التفاعلي يا دكتور؟ نعم تفاعلي؟ تفاعلي، والسبب واضح يعني مش محتاج تفكير. السبب أهو، الشعر عمال يقع ويملى الدنيا وقوع، أم هي بقى إيه كتر خيرها عملت حاجة تفاعلية تانية، قال يعني الشعر هيستحمل. ايه وايه النشا وزيت الزيتون بيتعمل بيه حاجه زي عملت كده؟ ماسك نشا، عامل زي الكيراتين بس اللي هو فيه فورمالين. اللي هو الضار يعني. يحرق الشعر يا شباب، يعني يحرقه جامد. هي عملته في فترة يعني ما حدش هيستحملها، يعني في فترة الشعر يعني بيقولوا عليه زي الأجانب يقولوا عليه بنطبطب عليه كده لغاية ما يعدي، اللي هي فترة 6 شهور. أديني بقولها لهم أول مرة، 6 شهور بعد الولادة. المرحلة دي ما حدش يلمسها الشعر ولا يتسرح، يعني عايز أقول لهم عايز يتسرح بالإيد يعني كده أهو، عايزة تعملي أي حاجة تقومي تحطي له نشا صعب قوي، ولا نشا واللي هي دي ولا كوي ولا الكيراتين، حتى لو زيرو فورمالين. اللي انا بقوله في ال6 شهور بعد الولاده دول خطر لا تتخيله خطر ازاي، لان احنا دايما بنقول الشعر نورمالي او طبيعي بيقع له 100 شعرايه في اليوم، 100 120 لغايه كده، يجي يحصل له ايه بقى؟ يتجنن. يعني ايه يتجنن بعد الولاده؟ هنلاقي ارقام فلكيه من الشعر. انما لو اتساب في حاله كده بعد ال6 شهور هيستعيد وهيتقل قوي قوي قوي.